نبدأ مع بعض من عند البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، وهيعقد مؤتمر صحفي في الثانية ظهر السبت المقبل بمقر اتحاد الكرة للإعلان عن تفاصيل معسكر مباراتي ملاوي المقرر ليهم يوم 24 ويوم 28 مارس الجاري في الجولتين الثالثة والرابعة للتصفية وتمهيلة لكأس أمم أفريقيا. كمان هيعلن عن قائمة اللاعبين المختارة لمباراتي ملاوي واللي سيتم الإعلان عنها صباح يوم 18 مارس الجاري. فيتوريا أعلن قائمة المحترفين المبدئية لمعسكر مارس الجاري وجاءت كالتالي: محمد صلاح طبعا من ليفربول الإنجليزي، أحمد حجازي وطارق حامد من الاتحاد السعودي، وأحمد حسن كوكا من ألانيا سبور التركي، سام مرسي من سبوسيتش الإنجليزي، وأحمد حمدي من مونتريال الكندي، مصطفى محمد من نانت الفرنسي، وعمر مرموش من فولفسبورغ الألماني، وإمام عاشور من ميتلاند الدنماركي. أنا بكون سعيد كل ما ألاقي فيه أسماء أكثر من محترفين، ده بيديك يعني انطباع ان انت عندك لعيبه كتير محترفه، ممكن يكون عندك لعيبه كمان في المستقبل محترفه اكتر. بيراميدز بيفقد اثنين مهمين جدا من اللاعبين المحترفين، وهم لاعب الوسط بلاتي توريه والمهاجم فخري لقاي في رحله المغرب لمواجهه الجيش الملكي الاحد في بطولة الكونفدرالية، ويغيب توري بسبب تراكم البطاقات، بينما يغيب فخر اللقاي عن الرحلة بسبب إصابته بتمزق في العضلة الخلفية، ويغيب على إثرها عن الملاعب بقرابة 6 أسابيع كاملة. بيحتل بيراميدز صدارة المجموعة الثالثة برصيد 8 نقاط، والجيش الملكي في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة، ثم فيوتشر المصري برصيد 5 نقاط، ويتزايل كارا التوجولي برصيد نقطة واحدة. قرر الصربي زوران المدير الفني للاتحاد إلغاء خوض الفريق أي مباريات ودية خلال الفترة المقبلة، وده بسبب خوض الفريق مباراة فاركو في دور 16 من كأس رابطة الأندية المحترفة. وكمان كابتن طارق العشري مدير الفني لفاركو بيدرس الأخطاء بقى اللي موجودة ووقع فيها لاعبوه قبل في لقاء الإسماعيلي في الدوري عشان ما يقررهاش تاني في اللقاءات اللي جاية في مباراة الاتحاد السكندري بكأس الرابطة. كمان كابتن طارق العشري بيذاكر مباراة الاتحاد بالدوري للوقوف على نقاط القوة والضعف في صفوف الفريق قبل ملاقات الفريق في كأس الرابطة. استقرت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم على تقسيم الحكام ل 150 المنضمين للمعسكر لثلاث أفواج، بحيث يشمل كل فوج منهم 50 حكم متنوعين بين حكم ساحة ومساعدين وحكام فيديو. وتنظم لجنة الحكام برئاسة البرتغالي فريرا معسكر لتطوير التحكيم المصري لمدة أسبوع لجميع حكام الساحة والمساعدين وحكام الفار. وسبق البرتغالي طبعا بريرا التحكيم في كأس العالم زي ما احنا عارفين سنة 98 وكأس العالم 2002، وعنده تاريخ كبير جدا كمان في كأس الأمم الأوروبية 2000، وحكم شهير جدا. نتمنى يطور التحكيم المصري.